بعد ما تعرفنا على قوانين كيبلر شو المقصود طبعا في القبة لان هون الفلكية، نبدأ الان في بعض لان هون المصطلحات لان هون الان الفلكية. وطبعا هاي المصطلحات الفلكية كلها راح نفسرها بعد الرجوع الى الرسمة الان بالقبة لان هون الفلكية المرسومة لان هون امامكم. راح نبدأ في اول تعريف وسمت رأس. ما هو سمت رأس لان هون؟ هاي النقطة السمت رأس لان هون يعطى، هي تسمى الزينث او اللغة الانجليزية نعطى رمز لان هون زد، وهي النقطة الواقع عموديا فوق رأس الراصد. الراصد موجود هنا لان النقطة العمودية الواقع الان عمودية فوق لان هون الان هي تسمى لان هون الان طبعا سمت لان هون الان الراس. وطبعا هاي النقطة وين تكون؟ من فوق رأس الراصد ممتدة إلى الفضاء الآن هون الآن الخارجي. النقطة الثانية تسمى النظير، بالإنجليزي تسمى NDI النظير، هي كلمة أصلها عربية النظير. الآن هنا ما هي النظير؟ هي النقطة الواقعة عموديا تحت قدم الراصد. الراصد واقف هنا الآن هنا، إذا تحتي مباشرة ممتدة إلى الفضاء الخارجي ومرورة بمركز الأرض، وتمتد إلى هنا عن وتبعد عن السمت الراس بزاوية 180 درجة. إذا هذا السمت في النقطة المقابلة لها هي النظير إلى هنا، الزاوية بيناتهم كانت تساوي 180 لأن هون إلى درجة. هاي نقطة، إذا هاي نقطة وهاي نقطة، من هاي نقطتين نعرف يسمى دائرة مين الآن هون الآن الأفق. دائرة الآن هون الآن الأفق، دائرة الأفق الآن هون لو نرجع نشوف الآن ما هو تعريف دائرة الآن هون الأفق. دائرة الأفق هي تعريفها هي الدائرة السماوية العظمى الممثلة بسطح الكرة السماوية بحيث قطباها سمت الرأس والنظير. سمت الرأس والآن هون الآن النظير، هذه هي تسمى مين دائرة الآن هون الآن الأفق الآن هنا. إذا في عنا تسمى دائرة الآن هون الآن الأفق أسفل الآن هون. المرة الثانية ما هي دائرة الأفق؟ هي الدائرة السماوية العظمى، دائرة سماوية عظمى المتمثلة بسطح الكرة السماوية بحيث تكون قطبها سمت الرأس والنظير. خلينا نشوف بعض المفاهيم الآن هنا. إذا هي دائرة سماوية موجودة وين؟ على الدائرة موجودة على القبة السماوية الآن، متمثلة بسطح الكرة السماوية موجودة على سطح الكرة السماوية لأن دائرة سماوية عظمى. نحكي دائرة سماوية عظمى، المقصود في الدائرة السماوية العظمى هي دائرة دائما نص قطرها هو نفس قطر الآن هون الآن الكرة القبة السماوية. الآن إذا جبت أي كرة أنا بقدر أرسم عن أكثر من دائرة، لكن أنا بقدر أرسم دائرة عظمى. دائرة العظمى الآن هون اللي هي بتكون نص قطرها وين؟ الآن هنا هو نفس قطر القبة السماوية، أو لغة ثانية الآن هون الآن لازم لو درسم دائرة الآن هنا مركزها نفس مركز مين الكرة. إذا كان نفس مركز الآن هون الدائرة هو نفس مركز الآن هون الكرة، أو إذا كان عندنا نص قطر الدائرة نص قطر القبة السماوية هي تسمى دائرة الآن هون الآن عظمى. إذن هي الدائرة السماوية العظمى متمثلة بسطح الكرة السماوية بحيث يكون قطبها سمت ورأس. نحكي الدائرة إلها قطبين، القطب دائما بكون عمودي على مستوى الآن هون الآن الدائرة الآن هنا. إذا نتخيل هاي الدائرة الآن هنا زي الكرة الآن هنا، هاي هي عبارة عن دائرة الأفق الآن هنا. لازم أفق الآن هنا لو رسمت الآن عمودي على هاي الدائرة، لو هذا العمود يمر في مركز هاي الدائرة راح يمر في نقطتين هما السمت والآن هون الآن النظير الآن هنا. إذا دائما قطباء أي الآن هون دائرة بكون
الآن هو عبارة عن نقطتين عموديات على مستوى هاي الدائرة، وبحيث الآن هنا القطبين بمروا الخط الواصل بين النقط القطبين يمر في مركز هاي الدائرة. إذا هاي الدائرة تسمى دائرة الآن هون، الآن الأفق اللي مبين مني هو الجزء نصف لهي الدائرة. لأن في ما يسمى الأفق الظاهري، الأفق الظاهري هو الأفق الذي نشاهده عند انتهاء حدود السماء بالنسبة لي الأرض. الآن أنت واقف هون وبلشت هاي الشمس، فرضا هاي الشرق وهاي الآن هون الغرب، بلشت أو موجود هون الشرق، لأنه أنت الآن طبعا الشمس راح تكون تخرج بهذا الشكل. الآن هنا عند لحظة معينة أنت راح تشوف الآن هون الشمس بزغت من هاي النقطة، هاي النقطة هي عبارة عن الأفق الآن هون الظاهري، ونقطة الغروب الآن هون اللي أنت لما النقطة اللي بتشوف تختفي منها الشمس الآن هون تبطل تشوفها بعيونك، هذا كمان عبارة يسمى الأفق الآن هون الظاهري، واللحظة اللي أنت بتشوف النقطة بتشوف فيها الشمس بزغت هذا يسمى الأفق الآن هون الآن الظاهري. إذا هو الأفق الذي نشاهده عند انتهاء حدود السماء بالنسبة للأرض. فإنه يسمى الأفق الحقيقي هو الأفق الذي يكون أسفل الأفق الظاهري، يكون أسفل هذا أفق ظاهري فرضا هنا، هذا يكون الأفق الحقيقي الآن هون، هذا فرضا الأفق الظاهري ويكون أسفل هو الأفق الآن هون الظاهري الحقيقي أسفل الظاهري، بحيث تتحدب طبعا الآن هنا بقليل، لكن لا نراه، ما احنا ما منا طب لا نرى الافق الحقيقي. لماذا؟ بسبب تحدب الارض، ويكاد ينطبق الافقان عند سطح الان هون الى البحر. لا ننتقل الى المفهوم الرابع، القطبان السماويان، القطب الشمالي السماوي والقطب الجنوبي السماوي. ما بنحكي عن القطب للأرض جغرافي اللي هو نسبة إن الأرض، لكن نحكي عن السماوي القبة الفلكية. ما هو قطبان سماويان؟ هما نقطتان في طرفي القبة السماوية، النقطتين موجودات على القبة السماوية، هاي النقطة الأولى، والتي عندما يلتقي امتداد محور الكرة الأرضية ويقعان مباشرة فوق وأسفل القطبان الشمالي والجنوبي الجغرافي إلى هنا. إذن نقطتين في طرفي القبة السماوية، وعندما يلتقي امتداد مين محور الكرة الأرضية ويقعان مباشرة، وين بقع؟ فوق وأسفل القطبان الشمالي والجنوبي الجغرافي. إذن هذا اللي هو القطب الشمالي السماوي وهذا الجنوبي. هاي الكرة الأرضية هون، احنا موجودين وين؟ في مركز الكرة، وهاي الكرة الأرضية. لو الآن تقريبا هذا هو القطب الشمالي، وهذا تقريبا القطب الآن هون الآن الجنوبي. احنا هذا القطب الشمالي الآن هون السماوي كيف ممكن نحدده؟ بحدد من خلال في نجم مسمى البولاريس، أو نجم البولاريس الآن هون، أو نجم القطب الشمالي الآن هون، اللي بتظهر دائما تبزغ بعد المغرب مباشرة الآن هون، إذا كان السماء صافية وما في إضاءة حولك الآن هون، أنت بعد المغرب لو اتجهت نظرك لجهة الشمال راح توجد الآن هون نجم وسمى بولاريس، وهو يحدد لي القطب الشمالي السماوي، ونفسه تقريبا الشمال بالنسبة للكرة الأرضية، وفي النقطة الثانية اللي هي مقابل وهي القطب الجنوبي السماوي اللي هو اللي طبعا مقابل من القطب الجنوبي الآن هون الآن السماوي. الآن من هذول النقطتين الآن هون بنعرف ما يسمى دائرة مين الآن هون الآن الزوال. لو نشوف الآن دائرة الزوال نبحث عنها الآن هون، هذا هو عبارة عن مين تسمى دائرة الآن هون الآن الزوال. ما هي دائرة الآن هون الزوال؟ هي الدائرة السماوية العظمى كمان التي تمر بسمت الرأس، تمر في سمت الرأس والقطب الشمالي السماوي ونقطة النظير والقطب الجنوبي السماوي، وهي دائرة تحيط بالقبة السماوية بصورة كاملة، لكن المرصد لا يرى إلا نصفها منها كما مهما كان موقعه. إذا هذا هو كأنه زي الآن هنا أي المحيط، لو لفيت حول هاي الكرة السماوية، القبة السماوية لفة كاملة حولها،
حيث أمر في السمت والقطب الشمالي السماوي والجنوبي والنضية، راح يسمى دائرة الآن هون الآن الزوال الآن هنا. وهي دائرة الزوال أنا موجود هون فقط ممكن أرى نصفه، ممكن إذا كنت أنا طلعت موجود هون راح أشوف هذا الجزء، لو كانت أنا هنا موجود بحيث رأسي إلى أسفل الآن هنا موجود في القطب الجنوبي الآن جزء في الشمال أو الجنوب الكرة الأرضية، راح أشوف فقط هذا جزء من نصفها. إذا أنا كراصد فقط أستطيع أن أرى نصف مين الآن هون الآن دائرة الآن هون الآن الزوال. راح نوقف هنا نشوف نكمل في الفيديو اللي بعده.